حنان هالغنية نزعتيها غنية من أجمل أغاني نانسي عجرم، مش لأنه أنا موزع جوابا لأله يعني، بس أنا بقول لك هيدي من أجمل أغاني. يعني أنت موزع أكيد أول موزع هي شو هيدي كمان هيديك خلاص خلاص خلينا نركز. إيه حنان بليز اسمعي، أول شيء غنية صعبة منها هيني، ليش قبلت التحدي؟ أنا عارف إنه مفروض عليكي من الأساتذة، بس إنه تتقبلي التحدي يا تكوني قدها ما تكوني قدك. بوس بلاي بدك تدافع عنها لانك بتكن لها موده وين جايز عم بحكي. حنان لا بلا سفاجين نوجد زعل، قاعدين حبات مشاركوا حسي حالكم ممكن تفلوا قاعدين على فرد كنبيه. حصلهم انت كمان وانا كمان انا كمان وانه من الست الاسبوع. طيب حنان شو بدي اقول لك، يعني منك حاسه بالغنيه يعني حافظتيها وبس مش عم تعرفي ابدا 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 توصلين لها. في قصص بتاني مقطع قلت لك هون بلشت تفوتي بالغنيه، قلت انا نرعبت باول مقطع ماشي الحال ما كثير تزيد عليها، انطر ثاني مقطع فتي بتاني مقطع فات في شيء حلو بالمغنى، في شيء حلو فات بالمغنى، فجاه رجعتي رحتي وكملتي للاخر رايحه، يعني برات الغنية برات كل سرقتني. خوف بعده ساكن فيكي وما بتركي ولا لحظه. ما في شيء يعني بتعرفي بحس كل ما فيلم هون بقول جماعه الجاي حنان رح تفرجيني شيء حلو. بحس عندك هذا التحدي فيكي وبحس انك بتجربي بس مش عم تزبط معك، ما عم بيوصل لي اللي عم تجربيه. هذيك جماعه حسيتك جربتي، انتبهي قلت لك اللي بيوقع بقصة اللي ينسى كلام وكذا ويرجع يقدر يزبط حاله ويكمل مغنى، يعني هذا زلمة أو هيدي البنت مصرة وعندها الويل. بس فرجيتين إنه أبداً هالجمعة قلت أنا أكيد رح يكون بيرفورمنس أحلى من ديك جمعة. حنان يور بالنسبة إلي في خطر كتير صار عليكي و it's very serious إنه يمكن ما تضلك بالأكاديمي أكيد بهيك بيرفورمنس كبعد واحدة تالتة بعتقد إذا ما طلعتي نومينيه. يعني صار اثنين مرتين نومينيه صح؟ ما تعلمت منهم؟ تعلمت شيء؟ طب كيف لازم نوعيك يا حنان؟ منحبك وهيك ووجهك حلو ووقفتك على مسرح حلوة مسبلة مكربجة من إيديك بقى لوسن اب رخيم هيك وقف. بتعرف أهلنا إحنا وصغار كي لبسونا أنوراك يخدونا على المدرسة نمشي هيك بوري إيه لأنه كل شيء لابسينا 50 كنزة فوق بعضهم هيك خايفين نبرد مو تمشي هيك انت هيك وقف على مسرح سبليني الشنطه ما بتفوت. في حد حلو شنطه اليوم قلبها كبير ضاب وشنطه دافل على شنطه. انا محلك بسمعك تعليق من هذا الزلمه ما فتحت مني بس برافو عليكي مهضومه حلو يعني بدك لا برافو عليكي شنطه بالعكس في الواحد يتعلم